النهارده الاربع ميعاد تغيير الافلام في سينمات مصر، وكمان ميعاد حلقتنا الاسبوعيه لترشيح افضل الافلام السينمائيه التي انصح بمشاهدتها في سينمات مصر هذا الاسبوع. يلا نبدا. (1917) انتاج 2019، فيلم بريطاني 119 دقيقة، ابتدى عرضه في سينمات مصر 8 يناير 2020. الدراما الجمهور العام تصلح مشاهدته لجميع الأعمار. يذهب جنديان بريطانيان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو من أجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت. أبرز ممثلين دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، كولين فيرث، أندرو سكوت، مارك سترونج. أندروتر 2020، تحت الماء، فيلم أمريكي ابتدى عرضه في سينمات مصر 8 يناير 2020، حركة أكشن ودراما ورعب. بلس 16 تصلح مشاهدته لمن هو 16 سنة فأكبر. طاقم باحثين تحت الماء يتكلبون للوصول إلى الأمان بعدما يدمر زلزال معملهم الموجود تحت الماء، ليكتشفوا أثناء محاولتهم أن هناك أكثر من الزلزال يستحق الخوف منه في قاع المحيط. أبرز الممثلين الرائعة كريستين ستيوارت وتي جي ميلر وجيسيكا هينوك. ذا جروج 2020، الحقد، فيلم أمريكي ابتدى عرضه في سينمات مصر 1 يناير 2020، فيلم رعب بلس 18 تصلح مشاهدته لمن هو 18 سنة فأكبر، للكبار فقط. منزل ملعون من قبل شبح انتقامي يلقي بلعناته على كل من يدخل البيت ويؤدي بمصيره إلى الموت العنيف. أبرز الممثلين جون تشو ولين تشين. ذا بروفيسور 2018، الأستاذ، فيلم أمريكي 90 دقيقة ابتدى عرضه في سينمات مصر 1 يناير 2020، كوميدي للجمهور العام تصل مشاهدته لجميع الأعمار. أستاذ جامعي يعيش حياة غير مبالية ومتهورة بعدما تم تشخيصه بمرض مميت. أبرز الممثلين جوني ديب. بومشيل 2019، مفاجأة مذهلة، فيلم كندي 108 دقيقة ابتدى عرضه في سينمات مصر 19 ديسمبر 2019، من نوعية أفلام الدراما، تصنيف الرقابي المصري بلس 16 تصلح مشاهدته لمن هو 16 سنة فأكبر. تحاول مجموعة من السيدات إزاحة روجر آيلز من طريقهن في شبكة قنوات فوكس الإخبارية بسبب سياسته في الإدارة والثقافة الذكورية السامة التي ينشرها في الشبكة. أبرز الممثلين أو الممثلات نيكول كيدمان، تشارلز ثيرون، مارغوت روبي. سبايس ان ديسجايز 2019، جواسيس متنكرين، فيلم أمريكي 102 دقيقة ابتدى عرضه في سينمات مصر 25 ديسمبر 2019، من نوعية الأفلام العائلية الأنيميشن، للجمهور العام تصلح مشاهدته لجميع الأعمار. عندما يقع حدث ويجعل العالم بأسره عرضة للخطر، يصبح لزاما على لانس ستيرلينج بصوت ويل سميث أفضل جاسوس خارق في العالم أن يتحد مع مخترع الأدوات وولتر توم هولاند لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. طاقم العمل، أصوات طبعا، توم هولاند، ويل سميث، جينيفر هيل. نايفز أوت 2019، أخرجه سكاكين، فيلم أمريكي 130 دقيقة ابتدى عرضه في سينمات مصر 27 نوفمبر 2019، وهو فيلم تشويق وإثارة لجمهور عام تصلح مشاهدته لجميع الأعمار. عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، يتولى المحقق بلانك على عاتقه مهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورطا في العديد من الأحداث في سبيل البحث عن الحقيقة. أبرز الممثلين مايكل شانون، كريس إيفنز، كاثرين لانغفورد. جومانجي ذا نيكست ليفل 2019، جومانجي المستوى التالي، فيلم أمريكي 114 دقيقة ابتدى عرضه في سينمات مصر 11 ديسمبر 2019، وهو فيلم حركة ومغامرات كوميدي للجمهور العام تصلح مشاهدته لجميع الأعمار. يعود فريق من الأصدقاء إلى جومانجي لإنقاذ أحدهم، يحتاج اللاعبون إلى شجاعة أكبر ويخوضوا مغامرة من الصحاري القاحلة إلى الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم. أبرز الممثلين دوين جونسون، جاك بلاك، كيفين هارت، كارين جيلان. فروزن 2 2019، ملكة الثلج 2، فيلم أمريكي بدأ عرضه في سينمات مصر 20 نوفمبر 2019، وفيلم موسيقي استعراضي أنيميشن الجمهور العام تصلح مشاهدته لجميع الأعمار، وهو الجزء الثاني من سلسلة أفلام فروزن. تذهب أنا وأليسا وكريستوف وأولاف بعيدا في الغابة لمعرفة سر وحقيقة بخصوص لغز قديم حول مملكتهم. لاست كريسمس 2019، الكريسمس الماضي، فيلم أمريكي 103 دقيقة ابتدى عرضه في سينمات مصر 20 نوفمبر 2019، رومانسي وبلاس 12 تصلح مشاهدته لمن هو 12 سنة فأكبر. تدور أحداث الفيلم حول عطلة رومانسية في لندن، لكن ما الذي سيحدث خلالها؟ أبرز الممثلين الرائعة إيميليا كلارك،
بطلة المسلسل الأسطوري الشهير Game of Thrones. فورد فيرسس فيراري ليمانز 66 2019. فورد ضد فيراري فيلم أمريكي 152 دقيقة ابتدى عرضه في سينمات مصر 13 نوفمبر وهو من أفلام الدراما وتصلح مشاهدته لجميع الأعمار للجمهور العام. يجسد الفيلم المنافسة بين فورد وفيراري للفوز بالسباق المقام في مدينة ليمان الفرنسية عام 1966. أبرز الممثلين كريستيان بيل ومات ديمون. ترمينيتور دارك فيت 2019 المدمر مصير حالك فيلم إنتاج أمريكي 134 دقيقة بدأ عرضه في سينمات مصر 30 أكتوبر 2019. خيال علمي أكشن بلاس 12 تصلح مشاهدته لمن هو 12 سنة فأكبر. هو آخر أجزاء أفلام ترمينيتور وتدور قصته أنه بعد 20 عاما من أحداث يوم القيامة تعود سارة كورنر من جديد من أجل حماية فتاة تدعى داني راموس وأصدقائها من نموذج مدمر جديد تم إرساله للقضاء عليهم. أبرز الممثلين أرنولد شوزينجر وليندا هاملتون. جوكر 2019 الجوكر فيلم إنتاج أمريكي 122 دقيقة بدأ عرضه في سينمات مصر 3 أكتوبر 2019. جريمة بلس 16 تصلح مشاهدته لمن هو 16 سنة فأكبر. رويدا رويدا تتكاتف الضغوط والظروف على فنان كوميدي فاشل حتى يصيبه الجنون ويتحول إلى مجرم وقاتل مهووس. أبرز الممثلين خواكين فينيكس وروبرت دينيرو.